لمزيد من التفاصيل حول المساعدات الإنسانية على العائلات في مخيمات عملية الفلوجة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. دكتور السلام عليكم، لو تحدثنا أكثر عن الحملة التي قامت بها منظمة أم القرى في مخيمات عملية الفلوجة، تفضل دكتور. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة بعد الاطلاع على الواقع المعيشي والحياتي للعائلات النازحة في مخيمات عملية الفلوجة، ونحن بشكل متواصل يعني مع هذه العائلات، وبعد المناشدات التي وصلت إلينا من هذه العائلات في هذا المخيم، هذا المخيم عملية الفلوجة الذي يقطنه زهاء 670 عائلة نازحة من مختلف مدن محافظة الأنبار. أقول بعد الاطلاع على أوضاعهم المعيشية ووصول المناشدات من هذه العائلات بالدعم والمساعدة، جاءت هذه الحملة وهي الحملة الثانية المنظمة، وتضمنت تقديم الأغذية الشتوية من البطانيات إلى 670 عائلة، وللجميع يعني غطينا جميع العائلات الموجودة ضمن هذا المخيم. وتأتي هذه الحملة في ظل أجواء برد الشتاء في هذه المخيمات والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها في هذه المخيمات في العراء والظروف الصعبة. هذه الحملة في الحقيقة أيضا الحملة الثانية بعد الحملة الأولى التي كانت المنظمة قد نظمتها الأسبوع الماضي في مخيمات منطقة بزيبز، أيضا كان شملت توزيع البطانيات على هذه العائلات في تلك المنطقة. نعم. وتستمر الحملات المنظمة في تقديم الدعم للنازحين في جميع المحافظات التي توجد فيها مخيمات النزوح، سعيا من المنظمة لتخفيف معاناة العائلات النازحة الكريمة التي نزحت أو هجرت من مناطق سكناها منذ أكثر من 7 سنوات. طيب. ولم تتيسر لها العودة بعد لحد الآن. دكتور، هذه الحملة الثانية في أقل من شهر تستهدف مخيمات عملية الفلوجة، لكن أنتم وصلتم يعني إلى المخيمات، كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين في هذه الخيم؟ بالتأكيد حالهم من سيء إلى أسوأ، يعني وضعهم صعب جدا، يعني كيف يمكن تتخيل وضع هذه الخيام وهذه العائلات الموجودة في العراء، في مهما يكون يعني يصلهم من مواد غذائية أو مساعدات فهي لا تفي بالغرض، يعني لا تسد سوى الجزء اليسير جدا من حاجتهم الحقيقية للعيش الكريم. لذلك يعني هم دائما ما يناشدون يعني جميع المعنيين من جهات حكوميه وغيرها ومن منظمات في الوقوف معهم وتقديم يد العون المساعده، وهم بحاجه مستمره في الحقيقه في ظل هذه الظروف الصعبه وفصل الشتاء، يحتاجون الى ماده يعني النفط الابيض، يحتاجون يعني عوامل التدفئه، يحتاجون الى الدعم الصحي غاثي في كل المستويات. لذلك هم معاناتهم تزداد يوما بعد يوم، ومع قلة الدعم من جميع الجهات سواء كانت حكومية أو الإغاثية المحلية والدولية. دكتور عبد القادر، كيف وجدتم رد فعل الأهالي في مخيمات عملية الفلوجة تجاه هذه المساعدات المقدمة من قبل منظمتكم؟ والله بالحقيقة هم يعني يتقدموا بوافر الشكر والامتنان لجهود المنظمة في دعمه من الوقوف معهم بشكل مستمر ومتواصل، ويعني هم يعني عبروا عن شكرهم، وقد شهدوا بأن المنظمة هي من المنظمات القلائل التي تواصل معهم بشكل مستمر، و يعني في الحملات يعني خلال احيانا اسبوعيا او في الشهر لا يقل عن حملتين او ثلاثه. لذلك هم يعني يعبر عن فرحتهم ويدعون الى المزيد، ويدعون بقيه المنظمات ان تحذو حذو منظمه ام القرى في التواصل بشكل مستمر ودعم النازحين والوقوف معهم في ظل هذه الظروف الانسانيه الصعبه التي يعيشونها في هذه المخيمات.
الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لكم.